الايام او الكسب ديال القوت اليومي ديالي. والان انا كنعاني وتابع لي رئيس مجلس البلد وممنوع من ولوج جهات رسميه ومن ولوج لا مقر البلديه ولا جهه. شكرا شكرا لك. واش هذا الاعلام؟ هذا الاعلام انا كنجمع ممكن تبقى معنا هذا الشيخ كلها مفيهاش حريه راي. راه سيدا قدام مقر الجهه لا في جهه سيدا قدام الولايه ديال الجهه ديال بلي ملا وتابع عالي وتابع هادشي اللي كتقولوا خاصكم حريات الراي للمواطن وللاعلامي والصحفي وتا هو تسمحوا ليه يصور انسان الى بلاد كريم. معنا كيتكلم معنا كيجي يهضر معايا يقول لي شكون هو بعدا اللي كيهضر ملي رئيس الجهه كيسمع ليا كنشكرهم اللي كتسمع. وعاش الملك وراه المغرب.